تضيفني دعنا بقلدين السباحة في السهجة. لم تجد عائلة شيباني بسطيف حلاً سوى اللجوء إلى قبو عمارة لتتخذه مسكناً. الظروف الاجتماعية المزرية للعائلة أرغمتها على تحمل عيشة تنعدم فيها شروط الحياة البسيطة، حتى أشعة الشمس لا تستطيع التغلغل وسط جدران سميكة قابعة تحت الأرض. الأثاث شبه منعدم، والثياب الرثة تتبعتر بين أركانه، وحتى عدادات الكهرباء حولتها العائلة إلى خزائن. غالب عيد خويا، عييت من السكن هذه وتمرمد ولادي واكف تشوف يوم في ثلاثة مرضى مسكن. الله غالب، ما عندي حتى واد لي روبية. أنا متمني خويا السكن هذه ما يعطيليش لي يعطيها الأولاد. 10 سنين وأنا كاري تمرمدت عييت، ولادي يوم مرضوا ما نلقاش بها نداويهم. نسلف على الناس، تروح لمرات سيق في الباطيمات، مرة ثانية الله غالب وليا. أقصى أمنيات العائلة بيت يحمي هذه البراءة من لسعات البرد التي تتسلل لتنخر جسدها. فبعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهها، لم يتبقى لهذه الأم سوى ذرف الدموع على فلذة كبدها. والله غرا خونا واش نقول لك، قسم بالله غرنا في الميزيرية، وقسم حيشة كتبعت ما كاينش وين طيب، ما كاينش طفل نعطينا مريض نعطيه في السبيطار. مسكين والله باش يكتب ما عندوش حتى وين يكتب. هاتي لي ما نكتب باش نقول نكتب لي فوق الفراش وخلاص. مسكين هذي كل يوم تحمد حتى حاجة غير كان يكتب بيتو تبعليت. رغم الشكاوى والملفات الموضوعة لدى الجهات المسؤولة إلى أن لا حياة لمن تنادي، ورغم صعوبة المشهد، تبقى مسؤولية رئيس لجنة السكن كبيرة جدا، فالأمر متعلق بأسرة وأطفال حياتهم قبو عمارة.